الآن كلمة صدق الله العظيم، هل يسن ختام القراءة بها؟ أقول لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنا لا شك ولا ريب أننا نقول صدق الله العظيم، لا نرتاب في ذلك ولا نشك في ذلك أبدا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فرأى الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران مقبلين، فقال ونزل من على المنبر واحتضنهما: صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، عليه الصلاة والسلام. لكن لا نستطيع أن نقول إنها بدعة. بارك الله فيك. السلام عليكم.